الوطن التونسي معناها لازم يشارك في الصندوق هذايا، خاطر الواجب الوطني باش نحاربوا الارهاب باش نقويوا بلادنا، خاطر الارهاب راهو مش مربوط بالسياحه بركه، مربوط بالاقتصاد، مربوط بالمواطن الفقير، مربوطه بحرشة حاجات، اما لازمنا نعرفوا اسكو الفلوس ماشيه في بلاصتها ولا لا. فور الناس الكل بيان سور مبادرات كيما هذايا ما نجموش نقولوا عليها لا، حاجه تمس الارهاب، حاجه باش تعاون تونس بوركوا با. أما حاجة بركة على المبادرة متاع رئيس الحكومة معناها سيد سي حبيب سي محمد الناصر، ترانسبارانس هنا الكيسيون كسوبوز هي ترانسبارانس، اسكو الفلوس هذيك باش تمشي في بلاصتها، اسكو بالحق باش نقاوموا بها الارهاب ولا باش تمشي في مصالح شخصية ماك تعرف عنينا قبل بال 26 ومن الحكاية هذايا، فهمتني؟ كان بالحق باش تعاون الارهاب حتى واحد ما نجم يقول لا وحتى واحد ما نجم يبخل على بلاده سكيسيون. من واجب كل تونسي وتونسيه انه يشارك في صندوق ضد الارهاب، على خاطر كل واحد من موقعه لازم يعاون البلاد هذه باش يقف على ساقيها، بلادنا احنا هي لازمنا نحميوها، والبوليسيه والجيش والحرس اللي هو مرجع علينا هالقوى الظالميه هذه لازمنا نعاونوهم ونقفوا معاهم باللي عندنا الكل، سوف كأنا ماذا بيا دي غارونتي انه الفلوس هذومك ماشيين بالحق باش نساهموا فيهم باش نحسنوا به وضع بلادنا. مازال عنده ما يدفع المواطن، شنو اللي مازال عنده ما يدفع المواطن؟ اش خلاو له المواطن باش يدفع؟ بين الشهريه وبين الفلوس اللي باش يدفعها المواطن هما اولى باش يدفعوا الصح. النواب هذوما كي قالوا لهم هما عندهم مراه ضربت لهنا في مجلس النواب وقالوا لهم اعملوا كوليكت وعاونوها ب 300 دينار لكل نائب، ما حبوش ما حب حتى نائب يعطي. اللي ما سمعته انا حسب اللي سمعته قال المواطن التونسي ايش عنده مازال باش يعطي. اي انا معاه انه نعملوا صندوق نعاونوا معناتها يكون فيه كيما القوه، صندوق سي ريبريزونتاسيون للقوه نتاع الشعب كامل اللي باش نعاونوا باش نعملوا ضد الارهاب جو سوي داكور، لكن تكون فيها بالك شيء نفرضوا انه يكون فيها معناتها لازم يكون فما شفافيه في الحكايه هذه. انا ماذا بيا معناها جو بارتيسيب باش نعاودوا نقفوا البلاد على ساقيها، اما زاد ماذا بينا نعرفوا فلوسنا وين ماشيين، معناها تكون الحمله بكل شفافيه. لو كان باغ اكزومبل تكون بامور مصداقيه قدام الناس الكل فريمون يعني بالحق وراه تورينا شنو عملوا ذاك الفلوس بوركوا با. بالعكس انا مانيش موافق معناتها كمواطن تونسي مانيش موافق هذا الصندوق، خاطر الصندوق هذا معناتها كيما عملنا قبل عملنا صندوق 26 هذا متى حاجة كيف معناتها مش باش يبدل حاجة مش باش يزيد، حتى باش تلمدوا ما تعرفش عليهم الفلوس هذوما نجمو يمشيو لهذا يمشيو لهذا، الور ما يساعدناش الرسمي ماهوش في مصلحتنا نقولها. بيان سور نساهموا في الحاجة هذيا على خاطر باش تكون ضد الإرهاب، أي حاجة ضد الإرهاب لازم الشعب يساهم فيها، لازمنا الكل نكونوا يد واحدة باش نحيوا الإرهاب من تونس. بالطبيعة هذا صندوق هذا مهم يعني قرار كيما كان قرار يعني فيه إيجابيات ولازم المواطن يساهم. كل ما هو تونسي وفيه نقطة دم نتاع تونس الأحرار نساهمهم بدون مساومات، لأن الصندوق هذا يقضي بحول الله على الإرهاب. أنا نوافق مبدئيا نوافق، رغم اللي قريت الانتقادات الكل اللي تعاملت ولربما الانتقادات هكية في موقعها، ما أنا شخصيا لا معناتها يعني نشارك باللي عندي ونحب نخرج من النزعة هاكي اللي اي نداء يتعمل من نوع مشاركه في الصندوق نرفضوه باسم كذا باسم كذا باسم كذا. بالنسبه للصندوق هذا هو دعم كتونس كبلاد كامله، دعم معناها ضد الارهاب، ويلزم الناس كلها والمواطنين كلها تشارك في هذا من غير بدون استثناء. بالنسبه اللي سمعت وانا يظهر لي الادارات مش من غادي لغادي باش يساهموا معناها من غير واحد، انا هذه اللي سمعته. سي مو في باش نحاربوا الارهاب، خاطر حرب تونس تونس الكل مع بعضهم يد واحده باش نحاربوا الارهاب، ماهيش حرب واحد برك ولا حرب مستمرة، حرب تونس الكل مع بعضهم. علاش؟ علاش؟ خاطر بالنسبه ليا انا با كونفونس معناها مش انا با كونفونس، انا بالنسبه ليا عندي انا اولويات اخرى وهما يعرفوها سيرتو رئيس الحكومه تصوروا يعرفها مليح. باش ندعم على حماية تونس، نحب نحمي تونس نحمي بلادنا، ما يجي يخليك ايش اللي نقدر عليه معناها اللي نقدر هبطيها. يزيدنا الزيادات نتاع التعليم الثانوي، يزيدنا يعطينا حقوقنا والزيادات اللي طالبينها ونسقطهم لكم ونسقطهم للصندوق. مستعدة باش نعطي كي تبدا يعني تمشي للشعب، نكونوا واضحين.
تبدا شوشه الشعب وتبدا يعني اللي يستحق ياخذ. اي المواطن التونسي يدفع من جيبه ومن شهريته ويعطي دمه على خاطر البلاد. ونجم نوافق في الموضوع هذا، الصندوق اللي باش ينظمه رئيس مجلس النواب ما ينجم يكون في بلاستو وينجم يكون ماهوش في بلاستو. نساهم فيه بالطبيعة باش يتنحى الإرهاب من بلادنا وباش يتنحى الإرهاب من العالم الكل، مش كان من تونس كهوا، على خاطر هذا شيء ما نرضاوش به لا لينا لا صغارنا لا للعالم الكل. هوني كونتر هوني كونتر. علاش؟ على خاطر نبغي Mm-hmm.